اعتدت عليه لابسا الجبة، فجاء الموعد على الدراجة النارية متجذر ومتحفز هذا الرجل. بالإنشاد الصوفي بدأ، بالنوبة ثم بالحذرة اشتهر، بالأغنية الشعبية اكتمل، ولن أتعجب يوما إن غنى وتري. الهادي دنيا عالم عالم بحاله. دخلت في الميدان هذا، كان عندي خوي علي رحمة الله وعلى جميع المسلمين أنا على أول ما بديت في الصوفي. كان ذكار في سيدي بالأحسن خوي، شد من يدي باش ما نعملش وأنا صغير، سيدي بالأحسن، سيدي بن عيسى، السيدة المنوبية، سيدي الحمام، أنا في الزوي تعلمت الصوفي وخذيت كارت بروفيسيونيل في السبعينات. ومن بعد فهمت أنا قعدت نمشي أحبابي وأصحابي مثلا في المناسبات اللي قاعدين متبقينا مش في الهاوي اللي يخدم مثلا كما نقولوا سلامي قليل باش تلقاه باش يخدم عوادة، باش يخدم على الوتري، واللي يخدم على الوتري مثلا ما يخدمش على المزو. فهمت اش قال لك واش قال عليك؟ فهمت مثلا مال خويا هذا هالعبد هذا كان على مجهود يخدم، كان على عوادة يخدم، كان على سلامية يخدم من فضل الله. فهمت باقي يقول له مهاوي، أنا مانيش محترف. ونقولها بالفم المليان قد ما يعيش الإنسان يتعلم، يموت الإنسان وباقي يتعلم. هادي قد توفي سيدي بالحسن سيدي علي الحطاب. كالعادة الله يقطع لنا عادة. كالعادة إن شاء الله بقدرة الله السميع العليم مازال الجمعة هذه وثلاثة أخرين إن شاء الله في ماي، ومن بعد آخر ماي فهمتني معناه يمكن لو 29 إن شاء الله 29 فهمتني يبدأ سيدي بالحسن. وزيارات يعني تبدأ من سيدي بالحسن وتوفى ذلك في سيدي الشريف. اي 14 جمعة في سيدي بالحسن، يكملوا 14 جمعة، من بعد جمعة سيدي الشريف، من بعد سيدي بوسعيد. وقادتك لنا النفحات متاع المال زالت البركة. سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الخير فيا وفي يوم القيامة الساعة. فهمني ما زالت إن شاء الله تواتيك فهمني ونجي سيدي بالحسن فهم وتشوف معناها فك السحن فهمتي معناها تشوف تلقى بالأربعمية ترقبة فهمتني معناها بالخمسمية ترقبة فهمتني يتلموا بالأخص فهمتي معناها وتشوف الناس فهمتي معناها تشوف الواحد باش تزعزع فهمتني بالأصوات متاع القرآن فهمتي معناها متاع كما يقولوا والذكر فهمتني هذاك الذكر فهمتني بعد نص الليل. مع أمينة مثلا ايوه تفهمتي معناها مناسبة وقتها انا شنو وقعت نعمل مثلا كما نقولوا فيها النوب هذوما فهمتي شوية ايقاعات فهمتي بدلتهم مش دخلوا للجو متاع الامبيونس على خاطر هو كما نقولوا المدحات الكل النوب هذوما المدح على ولي الله الكل ما فيش ايقاعات سريعة مثلا متاع اشتيح باش غرمنا به الشباب ولا فهمتي بدلنا له شويه فهمتي في بعض النوب بدلت لهم الايقاعات نتاعهم باش ولاو فهمتي معناها نتاع الجو والنوبه ما تقوليش ومن بعد وتات فهمتي معناها في بعض اغاني تراثيه مثلا كيما نقولوا كيما يوم العوينة الزرقاء كيما مثلا عجبين عصابها هي اغنيه تراثيه وعندها تاريخ فهمتي يتغنوا بها في الشمال بنوع فهمتي في الجنوب بنوع حتى في الشمال الغربي فهمتي معناها بنوع آخر. سمعتها هكا وهكا وهكا وبدلتها وزدت فيها كلمة معنى معنى واتت مناسبة قلبت أنا وأمينة فاخت فهمتي في مناسبة فهمتي في دار
أني تعجبتها قالت لي عمل هذه نعملوا البا منها فما غنيناها مع بعضنا في كارتاج خذيت فهمتي معناها سعدها وتحبت وحبوها الناس قالت لي ليش عمل هذه فهمتي فيها العمر هذية فهمتي وانتي مثلا كما قلوا اتغني كذا قلت له شنو سمعتني غني على الحب والعشق أنا والجديات أمور متاع جديات وحاجات فهمتي معناها متاع عمبي متاع ومحبوبين والناس فهمتي معنا يحبوهم وفهمتي والحمد لله وربي يعطينا القبول إن شاء الله. هي القبول. قبول شبيك الله يرحمهم عزيزنا فهمتي أماتنا ومامواتنا كما نقولوا وإحنا فهمتي معنا إلى يبدأوا يدعوا برا وليدي الله يعطيك القبول ومحبة الرسول برا وليدي يعلي درجتك برا يجعلك متقبل تربح مرة يحسن عاقبتك هاي العاقبة والحمد لله فنحمد الله ونشكره عايشين مستورين فهمتي معناها زاد أمورنا قد مو شكل لنا في خير الأمور أوساطها